السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو إن شاء الله غنتكلموا على طريقة التفرع الثنائي. إذا ملي كنطبقوا مبرهن القيم الوسيطية اللي حل معادلة على شكل اف الاكس كتساوي صفر، وكنلقاو بأن الفا كينتمي لمجال ابي، إذا كنطبقوا طريقة التفرع الثنائي باش نلقاو تأطير أكثر دقة للعدد الفا. إذا شنو كنديروا في هذه الطريقة؟ اول حاجه كنحسبوا المركز ديال المجال ابي. المركز المجال كنحسبوه بهذه الطريقه، كنديروا ا زائد بي على 2، ومن بعد كنحسبوا الصوره ديالو يعني اف ديال ا زائد بي. اذا من بعد كنحسبوا الجداء ديال اف ل ا زائد بي مضروبه باف ل ا، وكذلك اف ل بي مضروبه في ا زائد بي. حنا دائما كناخذوا الجداء السالبي، اذا غنلقاو دائما جداء موجب وجداء سالب، لان احنا شنو لقينا؟ هذا لقينا واحد موجب واحد سالب، اذا هاد اف ل ا زائد بي راه غتكون اما موجبه او سالبه. اذا احنا دائما كناخذوا الجداء السالب. اذا الا كان اف ل ا في اف ل ا زائد بي سالب، فهاد الحال شنو كنقول؟ كنقول بان ا كتنتمي لهذا المجال هذا، يعني المجال ا زائد بي على 2. وكان عندنا اف ل ا مضروبة في اف ل ا زائد بي على 2 هي اللي سالبة، فالعدد فالفا كتنتمي لهذا المجال هذا اللي هو ا زائد زائد بي على 2 بي. وفي هذه الحالة كنستنتجو تأطير جديد للعدد الفا، اما غيكون هذا او لا هذا. هاد التأطير هذا السعة ديالو بي ناقص ا زائد بي على 2، يعني كيفاش كنلقى السعة ديال المجال؟ دونك الا كان عندنا مجال ا بي مثلا، فالسعة ديالو هي بي ناقص ا، دائما الحد الاكبر ناقص الحد الاصغر، هذه كتسمى سعه المجال. اذا مثلا ها الفا كتنتمي لابي، هذا تأطير سعته بي ناقص ا. اذا غنحاولوا ناخذ مثال تطبيقي باش يمكننا نفهموا اكثر. اذا لتكن اف داله بحيث اف لاكس يساوي اكس اس 3 زائد اكس ناقص 3. السؤال الاول بين ان اف لاكس تساوي صفر تقبل حلا وحيدا الفا ينتمي الى المجال 1 2. اذا غنبداو بالسؤال الاول. اذا اول خطوه خاص اف تكون متصله، اذا عندنا اف متصله على ار لانها داله حدوديه، اذا وبالخصوص على 1 2. الخطوه الثانيه خاصها تكون رتيبه قطعا، لان ملي كتكون حلا وحيدا خاصها تكون رتيبه قطعا. اذا نحسبوا المشتقه، إذا المشتقة ديال إكس أس 3 زائد إكس ناقص 3 تساوي ماذا؟ أو إحنا قلنا ناقص 3، نعم. إذا تساوي ماذا؟ تساوي 3 إكس مربع زائد 1. إذا 3 إكس مربع دائما أكبر أو تساوي 0، و 1 دائما أكبر قطعا من 0، وبالتالي مجموع عددين موجبان هو عدد موجب. اذا كيكس و اكس كتنتمي لار، راه اف بريم دائما اكبر قطعا من الصفر، اي ان كيكس و اكس كتنتمي لمجال 1 2، اف بريم اكبر قطعا من الصفر. اذا اف بريم رتيبه قطعا او تزايديه قطعا على 1 2. إذا اللي كيهمني هنا هي رتيبة قطعا، سواء تزايدية أو تناقصية ماشي مشكل. الخطوة الثالثة غادي نحسبو اف الواحد و اف ديال 2. إذا اف ديال 1 كنعوضو 1 أس 3 زائد 1 ناقص 3، إذا تساوي ناقص 1. اف ديال 2 2 أس 3 زائد 2 ناقص 3، إذا كنعوضو إكس بالعدد 2، إذا هي 10 ناقص 3 تساوي 7. إذا الجداء ديال إف الواحد في إف ديال 2 ناقص 1 في 7 هي ناقص 7، إذا كيكون أصغر قطعا من الصفر. إذا شنو هي الخلاصة؟ حسب مبرهنة القيم الوسيطية، اف لي اكس تساوي صفر تقبله
حلا وحيدا من المجال واحد جوج. إذن ألفا كتنسامي المجال واحد جوج. إذن هكذا كنكون جاوبنا السؤال الأول. السؤال الثاني، حدد تأطيرا للعدد ألفا سعته 0.5. إذن هاد التأطير اللي لقينا شحال السعة ديالو؟ حنا قلنا السعة كنديرو ب ناقص أ، إذن جوج ناقص واحد هي واحد، إذن هاد التأطير السعة ديالو واحد. حنا كنقلبو على تأطير سعته 0.5. إذن جوج تحديد تأطير للعدد ألفا سعته 0.5. إذن أول خطوة كنقوم بها هو تحديد مركز المجال واحد جوج. إذن المركز المجال هو قلنا أ زائد ب على جوج، إذن واحد زائد جوج على جوج، إذن هو ثلاثة على جوج. إذن كنحسبو هاد مركز المجال الصورة ديالو، إذن إف ديال ثلاثة على جوج شحال غتساوي؟ إذن كنعودو في المعادلة، هي ثلاثة على جوج لكل أس اثنان أو أس ثلاثة، زائد ثلاثة على جوج ناقص ثلاثة. إذن ثلاثة أس ثلاثة 27 على 64، زائد ثلاثة على جوج ناقص ثلاثة. إذن كنوحدو هنا عفوا هنا ثمانية، لأن جوج أس ثلاثة راه ثمانية. إذن كنوحدو المقامات، المقام واحد هو ثمانية، إذن 27 على ثمانية، ثلاثة على جوج إذا كنضربو في ربعة لبسطو المقام كترجع 12 على ثمانية ناقص 24 على ثمانية. إذن إلا حسبنا غيجينا 15 على ثمانية. إذن إف ثلاثة على جوج كتساوي لنا 15 على ثمانية، وهذا عدد موجب. إذن نذكرو جميع، حنا كان عندنا المجال واحد جوج، حسبنا إف د واحد لقيناها سالبة، وحسبنا إف ديال جوج ولقيناها موجبة. دابا عندنا ثلاثة على جوج، وحسبنا إف ديال ثلاثة على جوج ولقيناها موجبة. إذا شنو قلنا؟ حنا كنديرو الجداء وكناخدو دائما السالب، الجداء السالب. إذا الجداء السالب كيبان لنا هو إف ديال واحد. إذا لدينا إف ديال واحد مضروبة في إف ديال ثلاثة على جوج، هذا غيكون أصغر من الصفر، وبالتالي فألفا غتنتمي لهذا المجال هذا. إذن ألفا كتنتمي المجال واحد ثلاثة على جوج. شحال السعة هذا المجال؟ إذن كنديرو الفرق، ثلاثة على جوج ناقص واحد. إذن نوحدو المقامات، ثلاثة على جوج ناقص جوج على جوج أي واحد على جوج أي 0.5، وبالتالي هذا هو هذه السعة المطلوبة. إذا نطلبوا مني مثلا السعة 0.25، فكنزيد نعاود هذه العملية، كنحسب المركز هذا المجال واحد ثلاثة على جوج، وبنفس الطريقة كنلقى التأطير ديال العدد ألفا.